غناها مضيف كلش فيها مليح غناها مازال يدخل البيوت الجزائرية وبخص البيوت القسنطينية ومرحبا بها عندنا في قسنطينة وأوني دي فان دي راديا منال وغناها كامل مضيف ويعجبنا توب 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 بون راضية منال هي عندها غناء شباب الله ربي يبارك ومازال غناها يدور ومازال غناها نقي وتقد تسمعها مع داركم راضية منال واش نقولك عليها شونتيز كوني الله يبارك ومرا كيما يقولوها الله يبارك غناها مضيف ويسمعوه كل العيلات ويسمعوه لي فامي كامل وانا مادا بيا ان شاء الله نتمنى تشرفني ان شاء الله في عرسي تجي تغني لي في عرسي ان شاء الله في قسنطينة 26 في الشهر جوي لو 26 جوي مادا بيا ان شاء الله يشرفني حضورها وتغني لي في فرحي بورتون كيما انا نسكن في الوسط سامع غناها بزاف العراس ومشلف الوهران دزاير وخاصة عراسي في الشرق هذا باسكو سبيسيالمون هي غناتها عراس ونقول لها ان شاء الله بون كونتينيو وربي يوفقك ان شاء الله في المشوار الفني تاعك. شفنا البعض من اراء جمهورك ربما نمر للسؤال الاخر حالة الفنان في الجزائر هنايا استضفنا الكثير من الفنانين أي ما نقولش 100% نقول 99% اشتكاو من حالة الفن في الجزائر كيفاش حقوق الفنان مهضومة إلى آخر التهميش وش راضية وش رأي راضية منال في هذا الموضوع هذا جو سي با كيفاش حقوق الفنان مهضومة يعني مهمش ديجا لاختيسيف اذا بار دغوا لا روتريت كاين بزاف ربما الحقوق هكذا مهضومين بصح ديجا اولا الفنان بدات ولازم يعرف الحقوق تاعو شنو